اليوم اعلنت انطلاقة شوطنا الرابع، وهو الشوط ايضا الخاص بثنايا الجعدان المهجنات الاصايل، مكملا للجولة الاولى في هذا الاندفاع المتميز في مسافة 6 كيلومترات. نتابع البداية والمقدمة، وارى براق من قاد المجموعة، لحميد بن حارب بن حميد المهيري من اندفع بالصدارة منذ البداية وانطلق بناموس هذا الشوط يليه مع المركز الثاني. مع المركز الثاني ارى التحديات في هذه اللحظات من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى التقدم والاندفاع المتميز. اتابع المركز الثاني وارى البارون يتسلل في هذه اللحظات لعبد الله بن حمد بن نصره العامري مع المركز الثاني، المركز الثالث التقدم مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع الانطلاق المتميز لبرزان لخليفه بن خميس الغويص السويدي، ومع المركز الرابع، المركز الرابع رهني سراب محمد بن سالم بن دري الفلاحي من يتابع انطلاقه سراب مع المركز الرابع. وخامس التحديات رهني راهي لسيب بن هلال العليلي يتقدم ايضا وينطلق مع المراكز المتقدمه. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس كي ارى مروح لعبد العزيز بن راشد القراعه النعيمي، ومن الجانب الاخر مع المركز السابع، مع المركز السابع انطلاق ايضا للطاير لسعيد بن خليفه بضبيب الشامسي يتقدم مع المركز السابع ثامن التحديات. المركز الثامن صراع لراشد بن محمد بن علي المنصوري، ومع المركز التاسع نتابع بطاس لظافر بن هادي بن مسعود الاحبابي عاشرا. مشاهدينا متابعينا الكرام ارى الانطلاق والاندفاع المثير، ما شاء الله تبارك الله. ارى هني مجد محمد بن حمد بن حميد العويسي من يتابع انطلاقه، مجد من انطلق ايضا مع المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الاول اكملناه للعشر المراكز الاولى بهذا الاندفاع بهذا الرقص الصباحي الجميل شوطنا الرابع، وهو مكملا ايضا للجوله الاولى مع هذه الانطلاقات والاندفاعات المثيره. ولكن لنا عوده مع الصداره والبدايه والمقدمه. نتابع مجد، نتابع الانطلاق بالصداره وقاد المجموعه في هذه اللحظات، براق على راس الحربه، حميد بن حارب بن حميد المهيري من يتابع هذا الاندفاع المتميز. ومع المركز الثاني، المركز الثاني ارى هناك ايضا برزان لخليفه بن خميس الغويص السويدي، ومع المركز الثالث، المركز الثالث البارون يتسلل مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام لعبد الله بن حمد بن نصره العامري من بدا يتسلل وينطلق مع المركز الثالث. رابع التحديات المركز الرابع رهني الطاير بدا يتقدم في هذا الاندفاع المتميز بشعار سعيد بن خليفه بضبيب الشامسي يتقدم مع المركز الرابع. خامس التحديات المركز الخامس راهي لسيب بن هلال عليلي، ومع المركز السادس، مع المركز السادس نتابع شديد لعبد الرحمن بن سيب بن غدير العرياني. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع، مع المركز السابع كي ارى مجد لمحمد بن حمد بن حميد العويسي بدا ينطلق ايضا العويسي مع المركز السابع والثامن. التحديات المركز الثامن، المركز الثامن نتابع التقدم ايضا والانطلاق لبطاش لظافر بن هادي بن مسعود الاحبابي يتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع أو المركز الثامن. تاسعا الانطلاق المتميز من الكايد لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري، ومع المركز العاشر، المركز العاشر
سراب بشعر محمد بن سالم بن دري الفلاحي. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الثاني اكملناه للعشر المراكز المتقدمه والمندفعه بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عوده مع الصداره والبدايه والمقدمه. وارهناك ايضا الاندفاع الحاضر في هذه الانطلاقات وهذه التحديات في مسافه الستة كيلومترات. الصداره والمقدمه وبراق على راس الحرب منذ البدايه، حميد بن حارب بن حميد المهيري من يتابع انطلاقه براق، ولكن التحديات من برزان لخليفه بن خميس الغويص السويدي يتقدم ايضا مع المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث. نتابع البارون، نتابع البارون مع المركز الثالث. بشعار عبد الله بن حمد بن نصره العامري يتقدم مع المركز الثالث. رابع التحديات وصل الطاير مع المركز الرابع، بشعار سعيد بن خليفه بن ضبيبه الشامسي يتقدم ايضا ينطلق مع المركز الرابع. خامس التحديات من الجانب الاخر، رهني راهي لسيب بن هلال العليلي، ومع المركز السادس وصل شديد مع المركز السادس لعبد الرحمن بن سيب بن غدير العرياني يتقدم مع المركز السادس. سابع التحديات نتابع راهي لسالم بن ويهب الزفنه الاعفاري يتقدم ايضا ينطلق بهذا الاندفاع المثير، ومع المركز الثامن، المركز الثامن انطلاقه رائعه لمجل محمد بن حمد العويسي يتقدم مع المركز الثامن. تاسع التحديات، المركز التاسع، القدوم من الرياض لمايد بن سيب بن طماش المنصوري، ما شاء الله يتقدم بن طماش باول ندى، يتدخل ايضا مع رياض من بدا يتسلل مع المراكز المذاعه والمنطلقه والمندفعه بناموس هذا الشوط. ومع المركز العاشر، المركز العاشر نتابع الكايد لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري من اعلن انطلاقه قايد بهذا الاندفاع المثير. ومع هذا العرض الرائع لنا عوده مع الصداره ومع البدايه ومع المقدمه. نتابع التحديات المثيره والتغيير، التغيير اللي طرى وجرى على مقدمه هذا الشوط. الطاير طار بناموس هذا الاندفاع المتميز، سعيد بن خليفه بن ضبيب الشامسي من يتابع انطلاقه الطاير من انطلق بالصداره ولوحه الالف والمئتين موعد الإعلان والتذكير. ولكن الرياض قادم، الرياض قادم بكل قوة مع الاندفاع المتميز ماجد بن سيب بن طماش المنصوري. ومع المركز الثالث أتابع راهي لسالم بالويه بالزفنة الأعفاري أيضا سجلات حافلة بالإنجازات. ومع المركز الرابع، المركز الرابع رهني مجد لمحمد بن حمد بن حميد العويسي. التحديات مثيرة والانطلاقات رائعة، والطاير من طار من دفع بناموس هذا الشوط سعيد بن خليفه بن ضبيب الشامسي متابعا لانطلاقه الطاير. قبل اسبوعين ايضا مسجل نقطه في هذا الميدان على نفس الشوط ايضا بنفس الشوط، ولكن راهي بدا يتسلل راهي ما شاء الله تبارك الله. سالم بالويه بالزفنه العفاري من يتابع انطلاقه راهي. ومع المركز الثالث، المركز الثالث أرى التقدم أيضا نتابع رياض لمايد بن سيب بن طماش المنصوري. رياض نتابع، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية. الطاير وراهي، راهي والطاير، واللحظات الأخيرة المعركة شديدة على مقدمة هذا الشوط ما بين الطاير ما بين راهي. والطاير طار بناموس هذا الشوط، اندفع بالصدارة قبل اسبوعين مسجل نقطة ثمينة في نفس هذا الشوط على أرضية هذا الميدان. سلالة مناور بعير سمو الشيخ خليفة بن سيب محمد آن هيان. تهانينا لمالك الطاير سعيد بن خليفة بن ضبيب الشامسي. سلام مع الأداء المثير اللي قدمه الطاير، بينما اللي وصل مع المركز الثاني راهي لسالم بالويه بالزمن العفاري. المركز مايد بن سيب بن طماش المنصوري، المركز الرابع الكايد.
لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري، ومع المركز الخامس مجد لمحمد بن حمد بن حميد العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الطائر إلى خط النهاية. يأتي بتوقيت زمني مقدار هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، 9:32 بالوفاء والتمام. تهانينا لسعيد بخليفة بضبيب الشامسي على فوز الطائر بالمركز الأول. سلام زاخر سلام مع الأداء المثير اللي قدمه الطائر في صباح هذا اليوم. راح يصل مع المركز الثاني 9:34 و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بالويهي بالزبنة العفاء مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثالث ياتي رياضة 9:39 و3 أجزاء من الثانية. التهاني موصولة لمايد بن سيف بن طماش المنصوري. تهانينا للجميع والنام. بسم الله الرحمن الرحيم.